روحي كانت بتتسحب مني في كل دقيقة كنت فيها في أوضة العمليات. بقيت ربنا وأنا بركع له إنه ياخدني ويخليكي. خدت الشر عليك يا أمي. الشر يا حبيبتي إن أنا ما كنش جنبك. أنا لما لقيتك يا لؤلؤ بعد غيبة السنين دي كلها حسيت إن روحي اتردت لي ومش هقدر استحمل ابدا ان روحي تتسحب مني تاني. والله العظيم يا لولو انا بدعي ربنا ياخد من عمري ويديلك. النبي يا ماما بلاش الكلام ده، انا ناقصه وجع. اتفضل. ازيك يا استاذه لولو؟ اتمنى تكوني بخير النهارده. حضرت الظابط علي، الظابط المباحث اللي ماسك القضيه بتاعتي. عارفه يا حبيبتي الباشا خدني عنده المكتب عشان يسالني اذا كنت اعرف حاجه عن العمل العامله السودة دي. احنا لسه ما خلصناش كلام مع حاج اكرام، محتاجين ندردش مع بعض تاني شويه قبل ما تطرح عليه على النيابه. يا بنتي لا تسرح على عنيا، ملهاش علاقة بالموضوع ده. ست كبيرة ومش حامل بهدلة اسهام ونيابات. امي مش هتحرك من جنبي. انا متفاهم كل اللي انت بتقوليه، بس للاسف انا لما اتكلمت مع الحاجة اكرام قبل كده اتكلمت معاها بشكل شخصي. المرة دي انا معايا امر ضبط واحدة من النيابة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعيني، الحاجة متهمة بمحاولة الشرطة في قتلك. يا بنتي اللي تحاول تقتلني. أمي أنت كده شايف إنك بتجيب حقي؟ أرجوكي يا أستاذة لولو، أرجوكي سيبيني أشوف شغلي. شغلي اللي بتتكلم عليه؟ أمي ما عملتش حاجة. تاخد أمي من حضني وتقول لي شغلك وسايب القاتل بره؟ أمي مش هتتحرك من جنبي. إهدي إهدي يا حبيبتي عشان خاطري، ما تتعبيش نفسك. أنا هروح مع الباشا وإن شاء الله مش هيحصل أي حاجة. أكيد الباشا عارف شغله ولازم يعمله. لا أنت مش هتروحي في حتة، حياتك عندي يا أمي. طول ما أنا على وش الدنيا محدش هيقدر يبهدلك. وحياتي أنا عندك، عايزاكي تهدي وما تتعصبيش. حبيبتي أنا مفيش حاجة أخاف منها عشان ما أروحش معاه. هو بس الباشا شايف الحكاية من بره وما يعرفش الداخليات ايه. بس حبيبتي انا هروح مع الباشا بس عشان خاطري. خلي بالك من صحتك عشان خاطري. ما تخافيش يا حبيبتي انا هرجع لك تاني. والله انا عمري ما هسيبك تاني ابدا، والله ما هسيبك تاني ابدا. ما تخافيش يا امي. انا رجعت. ما تخافيش. رجعي حبيبتي، والله رجع. والله هرجع لك تاني. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.